متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا بيكم في بث مباشر جديد من تلفزيون اليوم السابع. احنا بنرصد ليكم اراء طلاب الثانويه العامه في محافظه بني سويف، و هنرصد اراء الطلاب في امتحانات الثانويه العامه سواء التربيه البنيه او التربيه الوطنيه هنا في مدينه بني سويف امام مدرسه الايمان الابتدائيه. الامتحان كان عامل ايه؟ يعني كان التربية الوطنية والدينية ايه الأخبار؟ كان كويسين صح؟ احنا ما زلنا متابعينا متابعي اليوم السابع بنرصد ليكم الامتحان كان عامل ايه الأخبار؟ كان كويس؟ الامتحان كان عامل ايه؟ احنا ما زلنا متابعينا متابعي اليوم السابع بنرصد ليكم من هنا من مدينة بني سويف آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية. يمكن زي ما حضراتكم شايفين في حالة من الارتياح بين الطلاب والسعادة على وجوه الطلاب. قول لنا بقى ايه رأيك في الامتحان النهارده؟ كان كويس؟ احنا ما زلنا بننقل ليكم. قول لنا ايه رايك في الامتحان؟ احنا مباشر على اليوم السابع، الامتحان كان عامل ايه النهارده؟ الحمد لله كان، ودي التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه. ايوه كويس. واللجنه كانت كويسه كويسين الحمد لله. بالتوفيق ان شاء الله. يمكن زي ما حضراتكم شايفين في ارتياح لطلاب الثانويه العامه هنا في مدينه بني سويف، يمكن السعاده على وجوه الطلاب والطالبات. هو لسه ما طلعش؟ يمكن الفرحة هنا على وجوه طالبات اللجنة هنا في مدرسة الإيمان الابتدائية. الامتحان كان عامل ايه؟ يعني المراجعات واللي انت كنت بتراجعيها كانت موجود منها في الامتحان صح؟ بس طالعة مبسوطة يعني. تمام، بالتوفيق ان شاء الله. ما زلنا متابعي اليوم السابع، احنا متواجدين هنا داخل احدى لجان الثانويه العامه في مدينه بني سويف، بنرصد ليكم فرحه الطلاب. يمكن في ارتياح شويه حول امتحان التربيه الدينيه. ما تقولنا قولنا ايه رايك في الامتحان؟ يمكن هي السعادة السمة المميزة على طلاب امتحانات الثانوية العامة. يمكن لحضراتكم متابعين ان مديرية امن بني سويف وضعت يعني شايفين الفرحة على طلاب الثانوية العامة هنا في محافظة بني سويف. قولوا لنا ايه رأيكم في الامتحان؟ كان كويس ها؟ العدد كام؟ اللجان كام طالب؟ 18000 اه 3500. يمكن ما زالت الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة في مدينة بني سويف، و بنرصد ليكم فرحة الطلاب عقب انتهاء امتحان شباب ايه الاخبار؟ الامتحان كان عامل ايه؟ احنا مباشر على اليوم السابع. يعني التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه كان الامتحان كان كويس. بالنسبه للاجراءات بقى الاحترازيه جوه وسائل التهويه الحاجات دي كلها متاحه وكويسه. كويسه ومبسوطين يعني. بالتوفيق بقى في الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن فرحه طلاب الثانويه العامه في مدينه بني سويف حاله من السعاده الغامره بنرصدها ليكم متابعينا متابعي اليوم السابع. ما تقول لنا ايه رايك في الامتحان؟ كلمونا على اليوم السابع، قولوا لنا ايه الامتحان كان عامل ايه وكده. شايفين
ممكن طلاب الثانويه العامه هنا في مدينه بني سويف حاله من السعاده الغامره اللي بتشهدها محيط احدى اللجان. يمكن مبسوطين النهارده. كل الناس بتقول الامتحان كان كويس ويعني ايه الاخبار يا شباب؟ كله تمام ان شاء الله. احنا لايف على اليوم السابع كده. بالتوفيق ان شاء الله. يمكن متابعي اليوم السابع رصدنا ليكم في بث مباشر هنا من داخل محافظة بني سويف ارتياح طلاب الثانوية العامة حول امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية من محافظة بني سويف. كنت انا معكم هاني فتحي.